التكنولوجيا الجبارة، الغرب بيشتكي دلوقتي من سجن العقلانية، وإن الهندسة اللي بدعها بتكتم على نفسه، وبيحسدنا، بيحسدنا على الإيمان وسكينة النفس والخيال الطليق والفنون الرايقة بتاعتنا، وبيعترف إن هو ناقص وعايش بنص مخ وعاوز يطور التعليم ويعمل ثورة تعليمية. يا سبحان الله، أمال إحنا نقول إيه؟ إحنا اللي صدقناه وجرينا وراه وتركنا تراثنا الديني وإيماننا وضيعنا 100 سنة في تقليده ومحاكاته، والنتيجة إن إحنا فقدنا إيماننا وقيمنا وتراثنا، وفي نفس الوقت ما حصلناهوش بالكتير، بقينا نسخة معيبة مشوهة، لا هي نفسنا ولا هي هو، ما حصلناش حاجة. أفتكر لازم نعترف إحنا كمان بأن إحنا تخلفنا بمقدار سنوات التقليد والمحاكاة وبمقدار ما تنكرنا لتراثنا وقيمنا، وإن إحنا أيضا نعيش سجناء، لكن سجناء سجن أغلظ وسجن أشنع من سجنه، سجن اسمه التخلف، سجن بدائي من القبلية والطائفية والارتجال والاندفاع العاطفي والشهوانية والخضوع للذات البدائية. وإذا كان هو بيستعمل نص مخه اللي هو الفص الأيسر اللي بيقول عليه، فإحنا في الحقيقة ما بنستعملش ولا 1/20 من مخنا، ما بنستعملش إلا الجزء البدائي من المخ، وهو اللي اسمه في التشريح ثالاموس اند هايبوثالاموس. الترجمة بتاع الكلمتين دول هي السرير المخي وما تحت السرير المخي، دي عبارة عن المراكز البدائية في المخ، وهي مراكز الحاجات الحسية كلها ومراكز العواطف. احنا بقى ما بنستعملش الا هذه المراكز البدائية، بينما المراكز العليا والمادة الرمادية في المخ الغالية السمينة اللي هي مادة الوعي احنا ما بنستعملهاش خالص ولا نعرفها. طبعا ده غير الجاكيتة الجبس وحكاية القطاع العام والاشتراكية اللي اتدبسنا فيها مع الدول الاشتراكية الغلبانة دي، ومين اللي دبسنا في الكلام ده؟ اليسار وأساتذة جامعة وفلاسفة عظام احترفوا التضليل المنظم سنين ورا بعضها وضيعوا أمة. ده كله بيوريكم ازاي التعليم الغلط والفكرة الغلط والمنهج الغلط والفلسفة الغلط ممكن يضيع أمم، ممكن يضيع بني آدم بفكره خالص ويتحول إلى نوع من اللا جدوى. في الوقت اللي ربنا خلق المخ مفتوح على سعة غريبة وشيء لا يمكن تصوره، ان هو يبقى المخ الطاقة بتاعت اتصالاته 100 ضعف قد جميع المكالمات السلكية واللاسلكية في الارض كلها بقارتها، وان زي ما قال العالم الكبير بروفيسور انوكا، ان لو اخترنا عدد عشان يعبر عن هذه الامكانات اللي موجودة جوه المخ وعدد الاتصالات الممكنة، فالعدد ده هو 10 قدامها أصفار 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 بطول 9 مليون كيلومتر، يعني رقم ما يتعدش. هذه الطاقة العجيبة الهائلة اللي ربنا زودنا بيها نيجي في النهاية نغفل تماما عنها، ونغفل عن كل هذه الاختيارات، في خيارات الاختيارات اللي قدامنا بلا عدد، نقوم في النهاية نغفل عن هذه الاختيارات ولا نختار إلا شهوة عابرة أو عاطفة عارضة، والنتيجة إن هذه الشهوة اللي هنختارها
هتقفل الباب على كل الاختيارات الأخرى، وفي نفس الوقت تستولي على الطاقة المتاحة في اللحظة، ولحظة بعد لحظة بعد لحظة ينتهي العمر، ينتهي العمر ويضيع. وده حال أهل الهوى، بيقولوا أهل الهوى يا ليل صحبة وأنا معهم، اتجمعوا يا ليل صحبة وأنا معهم. وورا أهل الهوى ضعنا. دلوقتي الحكم الواجب علينا ايه؟ ازاي دلوقتي منهج النجاة اذا كان في منهج ايه؟ دلوقتي المطلوب مننا احنا لازم نستوعب المرحلة العقلية التكنولوجية اللي قطعها الغرب اولا، عشان نخش المرحلة الجديدة اللي هي مرحلة تشغيل المخ بكل طاقاته. لازم نخش معانا مكتسبات ابتدائي وثانوي تكنولوجيا. طبعا دي معناها ان علينا عبء مضاعف قد العبء اللي على اللي الغرب بيتصور ان هو لازم يقطعه. احنا عندنا المشوار قده مرتين، يعني لازم نخش القرن الجديد ومعانا مكتسبات اللي الغرب حققها. طبعا كل شيء يهون ما دمنا بنبدأ من لحظة صدق. وشفنا في حلقة ازاي سنغافورة وهي أمة بسيطة من 2.5 مليون تعداد، ومساحة مش عارف 600 كيلومتر مربع، وما فيش موارد، وبتشتري المية والرمل، وما عندهاش أي حاجة. ومع كده دلوقتي حجم التجارة بتاعتها 170 مليار، والتطور التكنولوجي وصل للغرب وسبق الغرب. كل ده في 20 سنة. يعني إذن ممكن، لأن ربنا ادانا في عقلنا جوه هنا قدرات لا نهائية. كل المطلوب مننا إن احنا نشغلها، كل المطلوب إن احنا نشغل ده. وأصحاب الهمم مفيش عندهم مستحيل. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.